أهلا فيكم متابعينا. وصفتنا لليوم سمك فيليه بصوص بندورة غني بالنكهات، بمكونات متوفرة عنا، طريقة سهلة جدا وبطعم كتير طيب. خلينا نشوف طريقة تحضيره مع بعض. بالبداية عندي نص كيلو من سمك الفيليه الأبيض، قطعته لشرائح بهذا الشكل. رح أبدأ بإضافة 2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون، 1 معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، 1 معلقة صغيرة من البابريكا، 1 معلقة كبيرة من بهار السمك. إذا بهار السمك مش متوفر بنقدر نستعمل كمون، توم بودرة وبابريكا وكزبرة ناشفة، هيك بغنيني عن بهار السمك الجاهز. آخر شي رح أضيف 1 معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. بكفة إيدي رح أوزع كل هالبهارات على قطعة السمك وأتأكد إنه السمك تغلف كتير منيح بهالمطيبات، وهيك السمك عنا صار متبل جاهز. طبعا بامكاننا نعمل هاي الخطوه ونترك السمك بالثلاجة قبل بيوم قبل بساعتين ناخذ نتيجه افضل، بس انا رح اشتغل فيه مباشره. بمقله على نار عاليه رح اضيف 1 معلقه كبيره من الزبده. الزبده عندي دابت وهلا حراره المقله عاليه لحتى انزل بالسمك. هلا رح استنى لمده 5 دقائق لحتى ياخذ السمك معي اللون ذهبي من الأسفل. بعد مرور 5 دقائق رح أقلب السمك على الوجه الثاني. رح أستنى كمان 5 دقائق بعدها أرفع السمك عن النار. رح أرفعه عن النار بنفس المقلة لحتى أستغل كل هالنكهات اللي نزلت من السمك. رح أضيف 1 معلقة كبيرة من زيت الزيتون. رح أنزل عليهم مباشرة بواحد بصلة متوسطة الحجم قطعتها لشرائح. رح أقلبها لمدة 3 دقائق لحتى البصلة عندي تدبل. بعد ما البصلة معي دبلت رح أضيف 2 سم ثوم مهروس. رح أقلبهم لمدة دقيقة لحتى عندي ثومة تتحمص شوي. بعدها رح أضيف بندورة كرزية، أنا قسمتها من النص، تقريبا عندي 10 حبات من البندورة الكرزية. إذا مش متوفرة بتقدروا تستعملوا البندورة العادية، نقطعها لمكعبات. رح أقلبهم لمدة دقيقة. بعد ما تدبلت معي البندورة رح أضيف 1 معلقة كبيرة من معجون الطماطم. بقلبهم تقليبة سريعة ورح أضيف عليهم 1 كوب من الماء الساخن مع نص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. رح أقلب هالمكونات مع بعض. رح أتركها على نار متوسطة لمدة 2 دقائق لحتى يتسبك معي الصوص. الصوص عندي تسبك وصار جاهز لحتى أرجع قطع السمك على الصوص. باخذ شوي من الصوص بحاول اشرب فيه السمك. واخر شيء رح اضيف الزيتون الاخضر، انا استعملت زيتون الاخضر المقطع شرائح المخلي من البزر، رح اضيفه فوق السمك. وهيك سمك الفيليه مع الصوص صار جاهز. رح ارفعه على النار وننتقل للتقديم. وهيك طبقنا صار جاهز، حبيت اقدمه مع رز ابيض. خلينا نجرب الطبق وندوقه مع بعض. خلينا نجرب السمك ونشوف الاستواء وقديش السمك طري. شوفوا ما احلى كيف متحمر من برا ومن جوا. بتمنى وصفة اليوم فيليه سمك مع صوص البندورة والزيتون الأخضر تكون عجبتكم. جربوها وألف صحة.